المنتخب الفيتنامي. هنا عمر العلي الحكم الدولي الإماراتي يطلق الصافرة للإعلان عن بداية المباراة لمنتخبنا الوطني أسود الرافدين اللي يلعب بالزي الأبيض من اليمين لليسار، بينما المنتخب فوفانتان عادت لمنتخبنا عملية الهجوم. مهند علي، مهند لاعب ومهاجم منتخبنا العراقي، وهدف المباراة. الله، روعة 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 روعة. الله الله الله. حسين علي، حسين علي مدافعنا المميز، مدافع يمين منتخبنا حسين علي. حسين علي يطلق صاروخ على مرمى المنتخب الفيتنامي. الله على هدف رائع، ولا ترد كرة، لا تصد ولا ترد. الله على حسين علي، هدف الدولي الأول حسين علي مع منتخبنا الوطني. حسين علي لاعب هيرنفين الهولندي. لاحظ لاحظ. الله 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 الله. ما أروعك ما أروعك ما أروعك ما أروعك. بديع، يبدع 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 حسين علي بهدف صاروخ في مرمى المنتخب الفيتنامي، في مرمى المنتخب الفيتنامي. هذه من البصرة إلى هانوي، إلى هانوي العاصمة الفيتنامية. يسجل هدف رائع حسين علي، هدف الدولي الأول مع منتخبنا الوطني. حلوة 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 حلوة. المشاركة 13 على مستوى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، مرة وحيدة وصلنا إلى نهايات كأس العالم. هذا مهند علي، خطيرة منتخبنا، ممكن ثاني. مهند ميمي 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 يحاول أن يمر، وحارس المرمى، وركلة جزاء لمنتخبنا الوطني، ركلة جزاء لمنتخبنا الوطني. مهند علي، مهند علي، ميمي ميمي ينطلق ويمر من أمام دفاعات المنتخب الفيتنامي، وحكم المباراة يشير إلى ركلة جزاء لمنتخب. الشغف الموجود لهذا الجمهور العراقي اللي دائما يكون مساند مؤازر لمنتخباتنا الوطنية، وبالتالي دائما يكون هو الرقم الصعب لمؤازرة الأسود في كل المباريات. لذلك اليوم الحضور الجماهيري كبير في ملعب الباني. هيسوس كاساس، هيسوس كاساس، مهند يتقدم، وضاعت ضاعت ضاعت ركلة الجزاء لمنتخب. ما عليك يا مهند، ما عليك، خلاص أضاعوا ركلات جزاء. لذلك خلاص أيضا أيمن حسين أضاع ركلة جزاء أمام أندونيسيا، وبالتالي مهند علي يضيع على منتخبنا فرصة تسجيل هدف ثاني في مرمى المنتخب الفيتنامي بعد ما وضع الحارس على اليسار والكرة على اليمين. حاول يأمن الكرة لريبين، سلاقة عائدة لجلال حسن، جلال إلى ريبين يلعب بالنار لاعبي منتخبنا الوطني، وهنا خطأ على المنتخب الفيتنامي. الحذر 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 من هذه الكرات يا ريبين. خطأ الدفاع في هذا المكان، المفروض الكرة ما تلعب في هذا المكان. جلال حسن اللي لعب الكرة إلى ريبين سلاقة، وبالتالي عدم السيطرة على الكرة لولا الدفع اللي كان حاصل من قبل لاعب ومهاجم المنتخب الفيتنامي اللاعب دوهوانغ اللي ارتكب خطأ. واحد لاعب الرقم الثالث فان كانغ، عادة الوسط وان دوك، عيد الخلف وان دوك، وخطيرة لفيتنام. مرت 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 محاولة خطيرة للمنتخب الفيتنامي. لدينا بعض الثغرات في خط الدفاع، بعض الأخطاء الدفاعية اللي تقع للاعبي منتخبنا الوطني. لاحظ في عدة مرات يضرب دفاع منتخبنا، وحالة التسلل إطلاقا غير موجودة، وحاول المنتخب الفيتنامي أن يعدل النتيجة، لكن فان تان وضع الكرة بعيدة عن مرمى منتخبنا، والحمد لله مرت إلى خارج الأمام. أربع دقائق وقت محتسب بدل ضاع، يشير إلى حكم المباراة الدولي عمر العلي. خطيرة، والثاني ضاع 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 ضاع. هدف ثاني لمنتخبنا أمام تعلق حارس المرمى، حارس منتخب فيتنام. لاحظ الإعادة، لاحظ الإعادة، لاحظ الإعادة، لاحظ الإعادة لمحاولة خطيرة لمنتخبنا على مرمى المنتخب الفيتنامي، والحارس يتألق فيليب نيغوين. وعاد لاعب أوتريخت الهولندي، عملية الهجوم الآن، ممكن ثاني، عملية المرور، علي جاسم، خذوهات زيدان علي، ممكن ثاني، والعارضة وضاعت على منتخبنا، ضغط لمنتخبنا لؤي العاني. لاحظ الكرة وعلي جاسم ولؤي العاني، وبعد ذلك التسديدة القوية اللي ردتها العارضة لمنتخب فيتنام. هذا علي جاسم، أنا قلت علي جاسم، لكن الصورة
جاءتنا على لؤي قبل فيتنامي بهدف لا شيء. اقرب لحسين علي، حاول يلعب كره عكسيه داخل منطقه الجزاء، خطيره على مرمى المنتخب الفيتنامي، ممكن ثاني احمد يحيى، حاول يمر احمد يحيى داخل منطقه الجزاء وضاعت، وضاعت على بايش. وغالبيه اللاعبين تشكيله منتخب فيتنام يلعبون مع فيتل وايضا مع فريق هانوي، مع هانوي ومع فيتل. وحارس مرمى منتخبنا جلال حسن بكره خطيره ركنيه لمنتخب فيتنام. لاحظ الاعاده لعام 2027 ان شاء الله في المملكه العربيه السعوديه، لكن ننتظر التاهل الى كاس العالم، ننتظر التاهل الى كاس العالم. رهيب 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 بايش، حاول يمر رهيب، ينقل كره داخل منطقه الجزاء للمنتخب الفيتنام وضاعت على عرجات. راح مدافع مع ريبيل، هجوم الان منتخبنا مهند علي او ابراهيم بايش، هذا مهند وهدف ثاني، جول ثاني لمنتخبنا الوطني، هدف 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 ثاني لمنتخبنا الوطني. الله 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 الله، علي جاسم، علي جاسم بعدما سجل في مرمى اندونيسيا الان يسجل في مرمى المنتخب الفيتنامي، ومنتخبنا يتقدم الان على المنتخب الفيتنامي بهدفين مقابل لا شيء، بهدفين مقابل. الله يا علي، الله يا علي جاسم. لاحظ الاعاده، مر بهذه الطريقه علي جاسم وسدد بكره قويه مرت وغلطت حارس المرمى فيليب، فيليب توين حارس مرمى منتخب فيتنام على اليسار ليسجل منتخبنا ثاني الاهداف في هذا اللقاء. علي جاسم بكره جميله بكره قويه ويسجل ثاني الاهداف، وهنا فرحه الكادر التدريبي لمنتخبنا الوطني، منتخبنا اسود الرافدين. ركلة حرة مباشرة أمير العماري، ممكن ثالث منتخبنا، علي جاسم داخل منطقة الجزاء، ثالث ثالث لمنتخبنا الوطني. أعتقد هناك راية، هل هناك راية بوجود حالة تسلل؟ راية بوجود حالة تسلل. الريبيل متسلل، بالفعل عاد من التسلل، بالفعل تسلل واضح على ريبيل سلام. تستمر نتيجة مباراة السعودية والأردن، تقدم الأردن بهدفين لهدف واحد على حساب المنتخب السعودي، والجزائر يحاول حارس مرمى منتخبنا جلال. الله على جلال، حلوه لجلال، الله يا جلال. ينقذ محاوله خطيره لصالح المنتخب الفيتنامي، لاحظ الاعاده، لاحظ الاعاده، تيان لينا حاول ان يقلص الفارق للمنتخب الفيتنامي لولا براعه حارس مرمى منتخبنا جلال حسن للتصدي ببراعه لهذه المحاوله، حلوه لجلال. يدرك الان ماركو فرج لاعب سيترومس النرويجي، سيشترك الان في اخر تغييرات منتخبنا الوطني، وهدف للمنتخب الفيتنامي، هدف 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 مفاجئ للمنتخب الفيتنامي، هدف اللي اشترك من خلال الشوط الثاني يسجل هدف لمنتخب فيتنام، يسجل هدف. لاحظ الاعاده وتمركز خاطئ للاعبي منتخبنا، لاحظ هنا ويسدد بالمباشر ومرت على حارس مرمى منتخبنا، يعني حارس مرمى منتخبنا جلال حسن سوى الصعب والسهل مر على جلال، السهل مر على جلال، يعني قبلها انقذ محاوله كانت هي اخطر. منافيون 16 مباراه دوليه، هدف دولي وحيد لمنوف الراسيه من ايمن، والمحاوله منتخبنا ممكن ثالث داخل منطقه الجزاء، اكام ممكن يصل الى هدف ثالث، مرت مرت على اكام، مرت على اكام وعلى ايمن. وقت المحتسب بدا ضاع للشوط الثاني والمباراه، لاحظ الاعاده والارتقاء الرائع من ايمن، انقذ حارس المرمى وضاعت فرصه تسجيل هدف ثالث، والمتابعه كانت من مناف ومن ثم اكام مدافعي منتخبنا المتقدمين داخل منطقه، اقرب لابراهيم بايش حتى مدافعي منتخبنا متقدمين للامام، اكام اكام وايمن يسجل ثالث، جول ثالث، ايمن 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 حسين يسجل ثالث الاهداف. الله 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 على اكام، الله على ايمن، الله على هدف ثالث. منتخبنا الى الثلاث نقاط، منتخبنا للعلامه الكامله، منتخبنا يحقق نتيجه اخرى هذه المره على حساب المنتخب الفيتنامي، وايضا يسجل يسجل لمنتخبنا ثالث الاهداف في هذا اللقاء. لاحظ التسديده، غير متسلل ايمن، غير متسلل ايمن، ردها القائم الايسر لمرمى المنتخب الفيتنامي لتجد المتابعه من ايمن حسين ليسجل ثالث الاهداف لمنتخبنا الوطني في مرمى المنتخب الفيتنامي. ثلاثه العراق واحد فيتنام، ثلاثه العراق واحد فيتنام. ايمن حسين
27 هدف دولي وسابع أهدافه من خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، سابع أهدافه إن شاء الله مع الأسود، مع الأسود الوصول إلى أمريكا وكندا والمكسيك إلى نهائيات كأس العالم إن شاء الله. أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة الوطن العراقية الرياضية ومستمعي إذاعة جمهور